مشكلة بقى لها كم يوم على السوشيال ميديا بين النجمة محمد رمضان والإعلامي محمد الغيتي، الإعلامي والكاتب محمد الغيتي، بسبب أغنية. الأغنية دي يعني صدفة سمعها الإعلامي محمد الغيتي على الراديو، وبيقول إن هي أصلاً من ديوان رباعيات اللي عمله في سنة 2017. متخيلين إنه هو بيتكلم إنه هو كان صدفة بيسمع الراديو فطلعت الأغنية. الأغنية اسمها هتجري ورايا، هو يعني في لغط شوية على الأغنية بس عشان أنا مش عارفة اسمها بالضبط، بس هي كانت الأغنية بفيلم محمد رمضان بفيلم هارلي. احنا دلوقتي معانا الكاتب والإعلامي الأستاذ محمد الغيتي مباشرة على التليفون. مساء الخير. ألو. مساء الفل. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ ازيك يا سارة، اهلا. الحمد لله الحمد لله. ايه ممكن اعرف الأزمة ابتدت امتى؟ انا يعني كنت زي ما انا قلت كده عند الدكتور وبسمع الراديو. هو تسمع راديو صدفة؟ ايه فتلقيت على الاف ام ياك تموت وانت حي، ياك تموت وانت واقف في الموت لوحده جاي جاي لو بص لعينك وانت خايف، وبيت الرباعيات اللي انا كاتبها انا ونشرها قبل كده. اوكي. فصعقت طبعا، فطلعت بحثت عن الاغنيه ولقيتها انهم نازلها كليب، وان هي كانت نازله فيلم هارلي. وبعدين بعد كده هو نزلها كليب من كذا يوم يعني. وانا نشر الكلام ده من 2016 يعني؟ في الديوان ومن خلال صفحتي الرسميه كمان. طيب اللي عايز بس فكلمت المحامي بتاعي وعشان اتخذ الاجراءات يعني. استاذ الو، محامي حضرتك الاستاذ ميشيل صح؟ حضرتك سامعني؟ طيب انا بس عايزه اعرف هي متسجله اصلا باسم مين؟ يعني لما محمد رمضان نزل الاغنيه دي مسجلها باسم مين؟ معرفش، انا ما شفتش. عشان احنا حاولنا ان احنا ندور، ففي حاجات مكتوب ان هي كلماته وفي حاجات باسم حد تاني، عشان كده انا ما قلتش اسم حد. انا بص، ما يهمنيش، انا يهمني ان هو نزلها غناها واداها وهي نازله باسمي من 7-8 سنين، والديوان موجود في هيئه الكتاب في باسم رباعيات الغيتي. ف يعني ما ينفعش، يعني دي سطوه علني يعني. طيب هل حصل اي اكشن من محمد رمضان؟ هل حاول يتواصل مع حضرتك؟ لا، انا كل حسن في مخرج صديق قال لي انا اقعدك وصريح، قلت له بص لو هو عايز يرجع الامور لنصابها يعترف بانه سواء غلط وغلط الشركه او غلط الناس اللي قدموا له الكلام ده، ويرجع الامور لنصابها واسمي ينزل على الكلمات ويدفع تعويض، وانا التعويض اتبرع بيه المستشفى بريش الاطفال. حضرتك طالب تعويض 10 مليون جنيه من المحكمة؟ من المحكمة، هي بقى المحكمة تنظر كما تشاء يعني. طيب ولو حصل دلوقتي، عشان احنا حاولنا ان احنا نعمل سيرش على الاغنية على يوتيوب، الاغنية مش موجودة، هل ممكن تكون اتشالت؟ ربما. طب لو اتشالت ده خلاص حضرتك ممكن تقبل بده ولا حضرتك يعني مصمم؟ لا، يعني الاغنية موجودة، نبعتها لك دلوقتي، موجودة دلوقتي. احنا يعني حاولنا نشوف على يوتيوب. عنده هو؟ اوكي. لا عندي الاغنية موجودة. طيب موجودة، وبعدين في الفيلم ده جزء من الفيلم. أيوة. اتشال؟ ايوه، ولكن حضرتك دلوقتي بتقول ان هو اتعمل لها كليب لوحدها بعيدا عن الفيلم. عمل كليب لوحده. وحضرتك مصمم على التعويض ده؟ مصمم على اتخاذ الاجراءات القانونية حتى يصبح هناك رولز وقواعد للعملية الفنية، ما تبقاش فوضى. طبعا هو حق حضرتك، حضرتك مسجل الاغنية. يسرق الاخرين يعني. طيب ان شاء الله نوصل قريب لحل مع محمد رمضان، وان شاء الله يشوف برضو الحلقه وليه حق الرد لو عنده اي حاجه حابب يقولها، وان شاء الله باذن الله تاخد حق حضرتك. شكرا جدا لمداخله حضرتك استاذ محمد الغيتي، نورتني.